بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنوفا بوساقي عندنا ويغم سلايا أفيون <applause> وزيري يون المصلح يون العالم يون المؤرخ يون الأديب يون الكاتب أه ومي مقارن الشيخ مبارك المليون في الأسيعة بي يرحم مبارك المليون اسمي ذاك ملان مبارك بن محمد بن مبارك الميلي الناد ما كان الناد ديون المربي ديون المؤرخ ديون الاديب وديون ديك الجده الحركه الاصلاحيه في الجزائر الحركه الاصلاحيه الحديثه في في الجزائر وديون يسلمذن او يلمذن مقارنا الشيخ عبد الحميد بن باديس يا ما كاين زعيم الحركه الاصلاحيه في الحديثه في في الجزائر يولد اذا دارت مقارن رماما رماما جمع رمان جي ولايه ولاد جيجل دائره ومقارن الان ستارا ولايه جيجل ديني نيديلول في السيافور وخمسة 1895 للميلاد يعني في اخر القرن التاسع عشر من قريب هذه فك القرن التاسع عشر 1895 الى وانا وتسعين هل الباطل اللي عرومي يتمورثنا يولد ويموت بابا سف الاسعاف ربي نسى اربع سنين كان يقول لها ديال عمريس في جديس كيتيدي ربان بعد جديس زعما زعموميس فهذه رحمه ربي اثني رحمه ربي يركو ليا يا راه في الحقيقه زينا قدواريس ثدرتيس إيه الميليا كي نسقى لنا تنشرق ولاية جيجل قفريدي تساوينا رقص مطينا تحت رعاية الشيخ حمد بن طاهر مزهود هو يحفظنا ولا ربي لم مذي يحفظ إيركوليا ثم انتقل إلى مدينة ميلا ميلا <applause> سمت نظن تلا الميليا ولا تجي جل تلا ميلا تورد الولاية وتلا إلى ون المدينة يقلا العلم نزه ويغرا فيون الشيخ فيون المعلم فيون العالم قرنس الميلي بن معنصر ديون الشيخ القراني يقرانا الدين يقرانا اللغة يقرانا الفقه يقيم الغرس الشيخ مبارك الميلي نزه اي اين لنا غرس مسنين كل يوم يثيد ويبيث ديدس سينار مليك ملا القسم يمير يا كان الشيخ عبد الحميد بن باديس الا يبدا يصغر المسجد الجامع الاخضر لكن يصغر يا راضي لنا الشيخ عبد الحميد بن باديس في لسيا ولكن بعد ذلك سمي يوم ثمو سنين لاندينا يقسم <applause> يغالي زقر اردونس ويخشم الجامعة الزيتونة الجامعة الزيتونة يميري سيد المنارة العلم يدي من بعد ما قضى الاستعمار الكل في تثوير النظام في معمر النظام في في مهوانا تاسي مهوانا يقضى في, في قضان دا دي, 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 دي ولهذا قيمة الزيتونة ما ذيون ديون ديون الشعلة ديون ومكان يكرهون الزايرين ايه يكزمرنا اللي يروح ردينا يروح ردينا باش يديوهم مثلا ثاموسنا ردينا في تونس الزيتونة يقيم على ميد بير كل شهادات إثلا ساكيثن الزيتونة يمير على 1924 يديوها لورث مورث يديوها لجزاير يغلد 1924 1925 يروح حد يغلد القسنطينة هنا قسنطينة آه يغلد المشرف المعلم ما في المدرسة التي كانت في نزار دار شهاب شهاب المؤسسة اللي تفض وجرنا اللي يخدم الشيخ عبد الحميد بن باديس يقال اشرف على هذيك المدرسه هذه شمس تحسينات كلا الطرائق التربويه كلا المواد الجديدين العلوم يقارن التي تدعو الى الحركه الاصلاحيه والى الخروج من الجمود والخمود يقول ويذا زهري في في الاس الاستعمار اما كني يبدا يتسارد المجلة النير الجرائد ثنية إيد جمعيات العلماء ابتداء من جريدة الشهاب ثم بعد ذلك قسمتنا تصل سلانيس خاطر إلى حي سميس إلى صوتيس يغالي مشهور سلانيس مدن سو النسيد مدينه تلغوات ثمثين تلغوات بناني مولانا سيوث المدرسة اما كنيسه والنسيد بشتا... باش ان يغال السيحوين السيحويين السيحوين السيحويين نتاع اللي مديوس نتاع اللي صغار مديوس المناهج نتاع اللي آه يخدم المقررات يعني البرامج برامج التعليم يروح لهنا نغر... يروح على اللغواط يسلحا خيرا المدرسه يعني المدرسه يعني الغواط ولكن بعد ذلك السيولين ينغر... من بوسعادة أمدينة بوسعادة أيضا بنان في المدرسة دينا أذ بوسعادة ساو الناس باش هذي روحها و وذينا خلق ديو الجو جو الحركة الإصلاحية جو مختلف العلوم التي يريد أن يبثها أن تزرع في أوساط الشباب في أوساط في أوساط البعيدين عن المعرفة وعن العلم ولكن كذلك وري عطل راه عطاس ربما يقيم لنا سبعه اعوام ولا كريس أه كوسن كان بوسعاده بعد ما يقيم الغوات حوالي سبع سنين يروح دار بوسعاده كريس كان يغالد مره اخرى على ميد يغال ارثمورثي السرميليه عند يون الجماع يزاليث وكذلك للتدريس وللخطب ديال الجمعة نيغي تنجمع نا الغاشي نصل الغرس ويحاول من خلال ذلك الخطبة تيسير ضروسيس باش هادي هادي يوزعها حتى مسنين كيتاج ديطي دبويا الحركة الإصلاحية باش كي غتصلحن إير كل طاستيك ثيوين إغلالو تصليح نتاع ربما العدة هون الهارى وأحاول أن يحاول يشم معاني معاني الاسلام الذي الاسلام الصحيح الذي يدعو الى التحرر والتفتح والى والى كثير من 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 المعاني اذا في هذه الاثناء الجامعه اسس اللي في مختلف الجرائد التي كانت تصدر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منها شهاب منها السنة منها على ما يقال ذنسيد المسؤول على إدارة البصائر من بعد ذلك ذنسيد المسؤول ما كان رئيس تحرير ولكن أهم شيء بالنسبة سجله أو تركه من أثاره الهامة هي الشيخ مبارك الميلي رحمه الله دائماً والحاج والحاجة يوسف المحنة اه اثي اي دي جاي الاستعمار اثي مورتنا اثي دي ساكون ذكرن باش يهتم بالموضوع اي دي تاريخ الجزائر سلغة عرفت لأول مرة يمد يكتب الكتاب نيس تاريخ الجزائر بين القديم والحديث مع انه يثبت كذلك الشرك ومظاهره وقيل الكتاب يتضمن ان كل الافكار الاصلاحيه يقل سواء اكس ولا غروس ولا علماء الاصلاح ويثبت كذلك بعد الشرك ومظاهره يثبت مقالات وبحوث مختلف المقالات والبحوث ينشر في مختلف المجلات ولكن اهم شيء يدي جاء التاريخ تاريخ الجزائر اذ يسي قران البطل نين يقبل <applause> غادي يزرع الاستعمار فرنسا غادي تمرضنا يقنكرون باللي <applause> ثلا الامه الجزائريه الا ودود الجزائريين ثلا نوميديا لا الهويه الا الاختيارات السياده للشعب والشعب الا نتسناد الحوايج يختار انت قوسمي لا ذاك قوسمي لا فاك الاف السنين قبل الاستعمار الاف السنين قبل كي قال لك تعدينا في تمورنا أجدد دو النار يخسر تمورتي سي سكاليس ويدافع في الناس ويحيا في الناس ويموت في اللاس وكذلك الدينس الدين كان يقبل ودود النار يسال سيدي الحرج يقبل لا اله الا محمد رسول الله اما الاشياء الاخرى الكل يرفض يظنت يرفض شراكي قال لي حن في تمورتنا هو كي يقلان للغايه يجب أن بارك المليات يأوض باش هادي في غيني تاريخ غينيس هادي في غيني كتاب تاع غينيس بلي غاينا كادي قاعد يستعمر اللي كذب تا مور تاريخ ساعة السيادة ساعة الصفة ساعة الهوية ساعة الاختيارات ساعة الدين ساعة اللغة ولهذا قارن الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله نسميه طلع في الكتاب غينيس سيدي ربي قارض من أحياء نفسنا. واحدة فكأنما أحيي الناس جميعا إن يسوى ما بالك بالذي يحيي الأمة جميعا أخطر ثكثفني دي كثفة ما كني حياد ثمورثنا أما كني غاينا كني دينا الاستعمار نيك زراع خاطي سخاطي غرق بالغارة استكثف ثقيني سيتفاسا أجل لزيم قلايت يقلع الكذب نيب بشوري تصغي ماريث مورثنا أخطر المحال المؤمن الذي قبل البطل دي مغي وانسا دي سخزي خاطر ماركيني وشو السعيدار الهوية السعيدار التاريخ والسعيدار البايكال والسعيدار التاريخ والسعيدار الاختيار مع انت هذيون البطل لوين من فلسة ما كان يرس البطل ولهذا الناس من بعد يستطيع حمر بيغ الناس وما بالك بمن أحياء أمة أما كني نغس الكتاب يحياد يحياد التاريخ يحياد يحياد ثيذة يحياد أمزروي يحيد الحق باش هذه الباطل نيع الاستعمار في ثمورتنا آه ولهذا الشيخ بن باديس والحركه الاصلاحيه الكل رحم ربي ومن بعد ذلك خذ مني القرار وجعل الكتاب اصغارا المدارس جمعيه العلماء خطر نزرب للاستعمار لا يمنع في الجزائريين باش السعر التاريخ أما الزوايا أما المدارس القرآنية إلى كل جند إلى شطه وصارين إلى قصارين على التاريخ أخطر بغان لغشات قيمنا كنين هذا من بلوسعين على التاريخ ولهذا الحركة الإصلاحية الناد الكتاب أجين شيخ شيخ ديون الكتاب المعتمد في مدارسنا بشرة والناد سن التاريخ سن ذي سن الأمجاد سن سن الجدود سن خاطر وين سن نمزلويس هذه السن المستقبليه هذه السن انا وريت سد ويني زرانا سيدي هذه فهمني نوري يلحو افلا سي عفور مبارك الميلين يا غدي جان الكنزكي يا غدي جان الكثافه كيان ارس الباحثين اكس سنه فهم زروي مورثنا الله لها له ولنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته